السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحصة غنحاولوا نشوفوا لا كومباريزون دو دو فراكسيون. إذا غتشوفوا ثلاثة ديال الحالات. إذا الحالة الأولى ملي كيكون عندنا لي فراكسيون عندهم نفس الدينوميناتور يعني نفس المقام. إذا في هذه الحالة كنقارنوا البسطين بجوج نوميراتور. إذا العدد الأكبر هو العدد الذي له أكبر مقام، أو العدد الأصغر هو العدد الذي له أصغر مقام. إذا 3 على 5 عندنا نفس الدينوميناتور نفس المقام. إذا كنقارن 3 مع 6، إذا 3 أصغر من 6، إذا 3 على 5 أصغر من 6 على 5 car 3 inférieur à 6. 120 على 13 15 على 13. إذا عندي لو ميم دينوميناتور. إذا كنقارنو البسط مع البسط. 120 أكبر من 15، إذا 120 على 13 أكبر من 15 على 13، إذا car 120 plus grand que 15. إذا هذه الحالة الأولى من كيكون عندنا عددان كسريان لهما نفس المقام، أكبر العددين هو الذي له أكبر بسط. الحالة الثانية دابا العكس، كيكون عندنا دو فراكسيون عندهم نفس لو نوميراتور نفس البسط. إذا في هذه الحالة أكبر العددان هو الذي له أصغر مقام، أكبر العددان هو الذي له أصغر مقام. إذا 13 على 7 13 على 15، إذا 7 راه أصغر من 15، إذا هذا هو العدد الكبير. إذا 13 على 7 7 أكبر من 13 على 15 car 7 inférieur à 15. العدد الثاني 6 على 14 6 على 105 نفس لو نوميراتور. إذا أكبر العددان هو الذي له أصغر مقام، إذا 14 راه أصغر من 105، إذا هذا هو العدد الكبير car 14 inférieur à 105. الحالة الأخيرة غادي نقارن عدد مع الواحد يعني فراكسيون مع العدد واحد. إذا لاحظوا معي بأن ملي كيكون عندنا البسط العدد اللي في البسط أكبر من العدد اللي في المقام، فإذا درنا القسمة غنلقى العدد كيساوي لنا 1 شي حاجة، يعني هذا العدد هذا أكبر من الواحد. إذا ملي كيكون عندنا البسط أكبر من المقام كيكون العدد أكبر من الواحد، والعكس إذا كان عندي 13 مقسوم على 15 ودرت عملية القسمة غيجينا 0 شي حاجة، إذا هذا العدد أصغر من الواحد. إذا ملي كيكون عندنا البسط أصغر من المقام كيكون العدد أصغر من الواحد. إذا 13 على 12 13 أكبر من 12، إذا هذا العدد أكبر من الواحد car 13 plus grand que 12. 12 على 13، إذا 12 أصغر من 13، إذا أصغر من الواحد، إذا car 12 inférieur à 13. إذا نأخذ تمرين تطبيقي. كومباري، إذا عندنا 3 على 4 مع 3 على 5، إذا كنلاحظو عندي نفس عددان لهما نفس لو نوميراتور يعني نفس البسط. إذا أكبر العددان هو الذي له أصغر مقام، إذا 4 أصغر من 5 يعني هذا هو العدد الكبير car 4 inférieur à 5. الحالة الثانية عندنا العددان عندهم نفس الدينوميناتور نفس المقام، إذا كنقارن البسطين 4 أصغر من 5، إذا 3 على 4 أصغر من 5 على 3. دابا العدد غنقارنو مع الواحد، إذا نشوف 4 راه أكبر من 3، إذا العدد غيكون أكبر من الواحد 4 plus grand que 3. 3 على 4، إذا 3 راه صغر من 4، إذا العدد صغر من الواحد، إذا 3 صغر من العدد 4.